عندك شفشق الخلاط اتكسر معاكي بالشكل اللي انت شايفاه ده، ولا ترميه ولا تزعلي نفسك خالص، هنصلحه معانا بكل سهولة وبأقل التكاليف. هاتي بقى الامير والفلين، الفلين هنا مش صعب تجيبيه، هتلاقيه بقى في اطباق الورد اللي عندك كده على السفره. هتجيبي بقى منه قطعه صغيره، وهتجيبي بقى انبوبه الامير، وتعالي بقى اقول لك هنفتحها ازاي. هتجيبي بقى البنسه وهتبداي بقى تفتحيها معاكي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هي دي الطريقه الصح. وهجيب بقى معايا شفشق الخلاط، شايفين بقى مكسور خالص معايا ازاي. طبعا رحت سالت بقى عليه عشان اجيب زيه، قالوا لي ب 450 جنيه والصيني ب 350. طب وعلى ايه؟ هنلحمه بقى معانا بمنتهى السهوله وباقل التكاليف. وهجيب بقى معايا قطعه كده من الفلين، انا عاملاها كده يعني بالطول، وهحط بقى قطعتين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اول قطعه دي معايا هحطها على الحته المكسوره بالشكل اللي انت شايفاه ده، وهنزل عليها بالامير. شايفين بقى الامير معايا بيعمل فوران كده مع الفلين، الفلين صح معايا خالص. شايفين بقى مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده، بصراحه احلى لحام ممكن تلحميه للبلاستيك. وحطيت كمان القطعة التانية، وهنزل برضو بالأمير بالشكل اللي انت شايفاه ده. شايفين بقى بيسيح معايا خالص ازاي، احلى لحام ممكن تستخدميه بقى لمثلا لعبة بتاعت اطفالك، او مثلا طبق كبير كده عندك واتكسر او صغير، تلحميه بقى باللحام دوت، بجد اختراع. شايفين بقى جامد خالص معايا ازاي كده، بقى مش هشتري واحد لا، انا لحمته بمنتهى السهولة معايا واقل التكاليف. وفي قطعه تانية برضو مكسوره كده مشروخه حته صغيره، حطيت عليها برضو الفلين، وحطيت كده نقطه من الامير. شايفين بقى التفاعل، روعه بصراحه اختراع الفلين مع الامير. طبعا ما تنسيش بقى بعد ما بتخلصي بتقفلي برضو الامير تاني بمنتهى السهوله كده، واول ما تسمعي صوت التكه كده يبقى هو اتقفل معاكي وبقى تمام، وتقدري تستخدميه تاني مفيش اي مشكله. ما تفتحوش بقى من فوق تاني، طبعا بتبوظي كده المقص معاكي، لا الطريقه ديت افضل بكتير. ان شاء الله بقى تجربي الطريقه ديت وهتعجبك جدا، وهتدعي لي عليها، واتمنى بقى تعملي مشاركه للفيديو عشان الكل يستفيد. وانت بتضربي القشطه بالمضرب الكهربائي او اليدوي او على ايدك ايا كان عشان تفصل معاكي، خليها فيها مكعبات من التلج يعني تبقى مجمده معاكي، هتفصل معاكي على طول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهتصفيها بقى كويس جدا من الشرش. وهترفعي بقى الزبده على النار عشان تعملي بقى احلى سمنه وتطلع لك احلى مرطه، وطبعا تخلي ايدك فيها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وعلى نار هاديه جدا من اول ما تحطيها لحد ما تخلصي عشان ما تشطش معاكي من تحت. شايفين بقى ما شاء الله، وبكده عملتي احلى سمنه بلدي، وكمان طلعتي احلى مرطه، احلى ما تشتريها من بره بكتير، واوفر كمان، كله من خير بيتك. يعني انت كده لما تجمعي وش قشطه اللبن وبعد كده تضربيها وتفصليها، تبقى معاكي احلى سمنه وتطلع لك بقى احلى مرطه. تحفظي بقى السمنه يفضل في برطمانات ازاز، لو مش متوفر عندك حطي في اي حاجه تحبي تحطي فيها، بس اهم حاجه طبعا تكوني غسلاها كويس جدا ومنشفاها تماما من الميه. شايفين بقى ما شاء الله المرطه معايا زي الفل، ما اتحرقتش معايا ولا حاجه. ليه؟ عشان سوينا كده السمنه على نار هاديه جدا، هتطلع لك احلى سمنه واحلى مرطه وبالف هنا. الخضار ده بقى اساسي في المطبخ عندنا، ما بنقدرش نستغنى عنه ابدا. طبعا بتجيبيه وتغسليه وتحطيه بقى في طبق او على مصفى، وتحطيه بقى في الثلاجه يفوت بقى عليه 3 4 ايام كده، تلاقيه باظ معاكي ودبل. تعالي بقى اقول لك يا ست الكل ازاي يفضل معاكي بيلمع بالجمال اللي انتوا شايفينه ده، وطازه وفرش معاكي طول الشهر، واكنك لسه مشترياه وجايباه. هتجيبي بقى اي علبه عندك، وهتحطي فيها قماشه قطن او فوطه قطن، اي حاجه كده عندك نظيفه، بس اهم حاجه تكون قطن عشان تمتص اي سوائل. وهتبداي بقى تحطي معاكي الخضار بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، او الفاكهه اي حاجه من الاثنين، وهتبداي تحطي المعلقه المعدن دي، المعلقه المعدن مع القماشه القطن هتمتص اي سوائل، بجد عن تجربه جربيها وهتعجبك جدا. اهم حاجه تقفلي بقى العلبه معاكي كويس جدا. انا بصراحه بحب كده اجيب معايا الفاكهه والخضار كل اسبوعين ثلاثه، يعني اي حاجه كده احتاجها الاقيها بقى تحت ايدي في الثلاجه، وبتبقى طازه وفريش معايا واكني لسه مشترياها. طبعا فكرة حفظ الخضار والفاكهة حلوة جدا، خصوصا لو انت ساكنة في منطقة ما فيهاش بقى محلات ولا سوق، اعمليها بالطريقة دي هتفضل شهر في التلاجة مش هيجري لها اي حاجة. اعملي بقى رف مخصوص كده في التلاجة للفاكهة والخضار، ومش بنغسلهم، وقت الاستخدام هتغسليهم. ان شاء الله بقى تجربي الطريقة دي وهتعجبك جدا. حابة بقى اعرف بتتابعيني من اني بلد، واتمنى بقى تعملي مشاركة للفيديو عشان الكل يستفيد. ولو اول مرة تشوفي صفحتي انا اسمي اميرة عاشور، اتمنى بقى تنوريني وتدوسي لايك ومتابعة عشان يوصل لك كل جديد باذن الله. هاتي بقى الفازلين، وهاتي كده معلقه، وهنعمل بقى فكره هتعجبك جدا. هبدا كده اجيب بقى معايا اي معلقه، وهبدا اخد منها كده معلقه صغيره من الفازلين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهحطها بقى على المعلقه الكبيره بالشكل دوت. حطيت بقى المعلقه على النار، وسيحت بقى الفازلين معايا بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بقى سايل معايا. هبدا كده اجيب بقى معايا اي ازازه كده عندك فاضيه، وهبدا بقى احط فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا انا حاطه بقى اصغر قمع عندي عشان ادخل فيه الفازلين. وهتبتدي بقى تجيبي اي نوع برفان انت بتحبيه وتفضلي ريحته، وهتحطيه بقى مباشره كده على الفازلين بالشكل اللي انت شايفاه دوت.
وبالشكل ده بقى حطينا نص الازازه فيزلين والنص التاني اي نوع زيت كده برفان انت بتحبيه وتفضليه. ابداي بقى رج الازازه معاكي كويس جدا كده، خلطناهم بقى مع بعض كويس جدا. هتبتدي بقى تاخدي منه نقطه بس، هيخلي ريحتك حلوه جدا معاكي وفي نفس الوقت ثابته لمده طويله جدا. طبعا الفيزلين لا غنى عنه، طبعا بيرطب الجلد كده وبيخليه حلو جدا معاكي وناعم كده وبيدي لمعه حلوه جدا، وفي نفس الوقت كده الزيت اللي انت بتحبيه وتفضليه هيبقى ريحتك ثابته لمده طويله جدا بيه. ان شاء الله بقى تجربي الطريقه ديت وهتعجبك جدا وهتدعيلي عليها. واتمنى بقى لو اول مره تشوفي صفحتي، انا اسمي اميره عاشور، اتمنى تنوريني وتدوسي اللايك والمتابعه عشان يوصلك كل جديد باذن الله. الفكره دي بقى جميله جدا. هتجيبي بقى كده اي غطا عندك وهتحطي بقى فيها عودين ثلاثه من القرنفل، وهتنزلي بقى بالدوني او المعطر او البرفان، يعني عندك اي حاجه كده قويه حطيها، بس بصراحه هنا الدوني بقى مع القرنفل هيدي ريحه حلوه جدا للمطبخ وهيمنع عنك بقى الناموس والهاموج. ان شاء الله تجربي الفكره ديت وهتعجبك جدا، واتمنى بقى تعملي مشاركه للفيديو عشان الكل يستفيد. ولو اول مره تشوفي صفحتي، انا اسمي اميره عاشور، اتمنى تنوريني وتدوسي لايك ومتابعه عشان يوصل لك كل جديد باذن الله. رايحه اشتري كيلو قلب 470 جنيه، يعني اغلى من اللحمه، معقول بقى الاسعار دي؟ طب تعالي بقى يا ست الكل، هنعمل كيلو بتمن ربعه وهيطلع بقى معاكي بالجمال اللي انتوا شايفينه ده ونفس الطعم، مش هتفرقيه عنه نهائي. معايا بقى بصلايه كبيره بشراها ومصفياها كويس جدا من الميه، والتوابل من كل حاجه معلقه صغيره من الملح والفلفل الاسود والبابريكا. معايا نص كيلو من اللحمه المفرومه جملي او جاموسي زي ما تحبي، ممكن تستخدمي ربع او تمن براحتك خالص. وقلبي بقى كل المكونات كويس جدا مع بعض، مقادير بسيطه وسهله جدا. حابه بقى اعرف بتتابعيني من انهي بلد، واتمنى تعملي مشاركه للفيديو عشان الكل يستفيد. كده تمام معايا، ما تضيفيش بقى اي اضافات تانيه عشان ما تقلبش معاكي كفته، هي دي طريقه البفتيك الصح وريحتها تحفه. وابتدي بقى شكليها معاكي يبقى قد البرتقانيه الصغيره بالشكل اللي انت شايفاه ده، وخليهم بقى كلهم حجم واحد. عملوا معايا 13 قطعه، طبعا انت ممكن تصغري القطعه شويه هيرمي معاكي كتير. هتجيبي بقى كيس من اكياس التلاجه وهتفرديه، وهتحطي بقى اربع قطع كده وهتحطي فوقيه كيس، وفرديها بقى وبططيها كده كويس جدا بايدك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وخلي بقى يبقى سمكها رقيق معاكي. عايزه اقول لك دي احلى طريقه ممكن تعملي بيها البفتيك الكداب، بيطلع نفس طعم البفتيك بالظبط واحلى كمان والله، جربيه بنفس الطريقه وهتدعيلي عليه. كده خلصت الكميه كلها، شايفين بقى ما شاء الله شكله عامل ازاي، هحطه بقى في الفريزر لمده 3 ساعات. هجيب بقى كوبايه الا ربع من الدقيق وربع كوبايه من النشا، والتوابل من كل حاجه ربع معلقه صغيره من الملح والفلفل الاسود والكركم، وقلبي بقى كويس جدا وانزلي كده بالميه تدريجيا. وكده تمام، هو ده بقى القوام اللي احنا عايزينه. كده البفتيك جمد معايا وبقى تمام، لازما كده يجمد معاكي عشان تعرفي تشتغلي فيه. هتاخدي بقى قطعه من البفتيك هتحطيها في العجينه السايله وتصفيها بقى كويس جدا، وهتحطيها بقى في بقسماط او دقيق او فيجيتار، اي حاجه متوفره عندك اشتغلي بيها، مفيش اي مشكله خالص. شايفين بقى ما شاء الله ما تفرقهوش عن البفتيك، عايزه اقول لك بيبقى طعمه تحفه جدا. وبعد كده بقى هتحطيه على طبق، وما بين كل طبقه والتانيه حطي كيس عشان ما يلزقش ببعض لحد ما تخلصي الكميه. وبالشكل ده عملتي احلى بفتيك، شايفين بقى ما شاء الله من نص كيلو لحمه مفرومه عملتي احلى طبقين، في كل طبق فيه نص كيلو ونفس طعم البفتيك بالظبط، مش هتفرقيه عنه. شايفين بقى ما شاء الله عملنا كيلو بفتيك، توفير التوفير. ان شاء الله تجربي الطريقه ديت وتعجبك جدا، وما تنسيش بقى تعملي مشاركه للفيديو عشان الكل يستفيد. ولو اول مره تشوفي صفحتي، انا اسمي اميره عاشور، اتمنى بقى تنوريني وتدوسي لايك ومتابعه عشان يوصل لك كل جديد باذن الله.